عرفتهم بالطابق والمصلى للنساء 5 ساعة 4 ساعة بالبيت رح يكون بالطابق الأول. وفي حالة الطوارئ عندنا مخرج واحد. والآن سوف نقوم بقراءة رسالة النادي الصهيوني اللي هي موجودة في أعلى الصفحة الثانية من الأجندة. عندكم في الأجندة مضبوط الصفحة الثانية. بالبداية رح أحكي الجملة وتعيدوها معي عشان نكون كلنا مع بعض. تسعى أنديك الكوست ماستر. ليت التوست ماسترز لتوفير البيئة الإيجابية على التعلم، توفر الفرصة لتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية لديهم سلام. رحبوا استاذ رائد السليم. Thank you.
يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيباً عربي. معكم تسمى سبيل أحمد، اليوم هكون منطقة لغوي، ولكن وأضيف التحليلية منطقة لغوي وتصير الأخطاء، لكن اليوم هتصير العبارات الجميلة والكلمات. وكلمة اليوم مدرسة الحياة، ومحور اليوم هو زين، بس ماستر حياك الله.
استاذ رائد، وطبعا بدي اعرفكم على الفقره هاي. هاي فقره اسمها اسمها موضوعات الساحه. هاي الفقره بتساعدكم انكم تطوروا مهاراتكم وتعززوا الثقه بالنفس. ونفس الشيء السمع، أوكي؟ فهلا في عندنا فكرة جديدة بدنا نقدمها اليوم. نختار ناس عشوائيين يعني يرتجلوا بهي الفقرة، أوكي؟ مثل ما اتفقنا بدي اسمع بالصوت. اللي بدي اسمع بالصوت بدي اسمع درجتين. مبين يحبونها وايد. شكله سؤال بالذرة الظاهر. السلام. السعادة يمكن موضوع اليوم الخطبة راح يكون في جزء من السعادة. السعادة احنا نستعملها من نشأتنا او من اول مولدنا لحد مماتنا. في الفترة هذه نعيش موضوعات من السعادة الكثيرة، حتى في وقت حزن نعيش لحظة سعادة، سعادة الناس اللي نشوفها معنا. فعشان كذا السعادة ما تكون بشخص واحد، السعادة لازم تكون أشخاص، ومعناتها اثنين، معناتها إنه يكون كذا شخص وليس شخصين فقط، هي الكثرة. فالرياضيات علمتنا السعادة هي تقسم على اثنين، هذا صحيح، لأنه مثل ما قلت لكم من نشأتنا
الفرح يكون ما بين اكثر من شخص، وبالممات سعادتنا تكون من بين الناس اللي يلونا ويشاركونا احزاننا. فهذا الوقت هي وقت سعادتنا. ونصر الله على الساحه الثانيه. المشكله الثانيه بس معلش بس سؤال خلي يعرف عن نفسه عشان يعرفوا لما يقيموا يعرفوا اسمه. يلا شو اسمه ما تصير بس محمد دشتي. هذا التاريخ انا اذكره عدد
كان هو بداية تحقيق أو أقول لكم بالضبط، كان بداية التاريخ اللي خلاني حلمي شنو بحقه في هذه الحياة. فعلاً كنت أشوف الأفلام هذه وفعلاً حلمي بنا تم بناء على هذا التاريخ، وبدأت أبلش من هذا التاريخ حتى وصلت إلى ما إليه الآن من الإخراج السينمائي، ولكن ما زلت أكتفي بأثر بطلي الذي أبحث عنه. سلام. دينها ومبادئها الأخلاقية هي علمنا إياها الدين أيا كان الدين سؤال
الاسلامي او غيره كلها تشير او كلها تعلم الانسان على حب الخير للناس وللنفس والقرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى يتم عن فهم وعلم ومعرفه اياته اللي ورينا اياها في الكون من خلال الموجودات ومن خلال الموجودات الاخرى الكائنات الاخرى ومن خلال الانسان نفسه. الله سبحانه وتعالى قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم ليتبين لهم انه الحق. ليتبين لهم بس القرض من الايات موجوده في الافاق وفي النفس فالانسان لا يعرف نفسه وعرف الايات يرى من الله سبحانه وتعالى والانسان لا يمكن يعرف نفسه من دون ما يعرف انسان اخر فالانسان الاخر هو مرقاه للانسان الشخص نفسه فلا بد ان يرى الانسان الاخر ويكون له رفيق وصديق حتى يرى نفسه. سلام. لا عرف عرف قال قال عرف عرف عن نفسه ايه.
البشر لا يتغيرون ما لم تتغير قناعاتهم الداخلية. عطنا كلمة اليوم، شو رايك باجتماع اليوم؟ والله روعة. صراحة الاجتماع حلو وشيق، وما توقعت من أول يعني أو ثاني اجتماع لنا يكون هذا المستوى، مستوى راقي وعلى خطة الأندية توست ماستر، مستوى صراحة متميز وكلهم متميزين في نادي التميز. أحسنت، حلو.